طيب أكيد وصلنا يعني لمحطة الربط الكهربائي مع بعض الدول، بيؤكد إنه في جهود كبيرة حصلت طبعا خلال السنوات اللي فاتت. عايز أتوقف الأول مع الدعم الرئاسي لقطاع الكهرباء والطاقة، ممكن سيادتك تكلمنا عن أهم ملامحه خلال ال7 سنوات اللي فاتوا يا فندم؟ والله يا فندم ده دعم بلا حدود، يعني سيادة الرئيس يعني حط زي منهج معين نشتغل عليه، انه الطاقه الكهربيه مساله امن قومي. فصار سيادتك فيعني ده من اول لحظه معالي الوزير. من اول لحظه وبامانه مطلقه لم تبخل الدوله على قطاع الكهرباء، على قطاع الطاقه بصفه عامه، سواء الكهرباء او البترول، لان النجاح في قطاع الكهرباء مش نجاح للكهرباء بس، ونجاح للكهرباء ونجاح لوزاره البترول، لان الصواريخ حضرتك كل هذه المعدات بتعمل بالوقود، والوقود جاي من وزاره البترول. والنهارده معظم الوقود اللي احنا بنستخدمه في الشبكه بتاعتنا مع معداتنا عباره عن غاز طبيعي، فيعني النجاح لابد ان ينسب الى ان احنا قدرنا نحقق الطفره الحادثه في الطاقه الكهربيه. ده يعني ده نجاح للتناغم وتالف وتعاون وثيق جدا ما بين وزارتي الكهرباء ووزاره الكهرباء. منظومه متكامله يعني. بالتاكيد يا فندم. فطبعا يعني وانا فاكر يعني ايام ما كان في 2014 وكان في انقطاعات كبيره جدا، وكان في ذلك الوقت ايام ربنا ما يرجعها يا فندم شريف اسماعيل، يعني كان في تنسيق، وايضا مع طارق بيه الملا في الوقت الحالي التنسيق على ارقى مستوى، احنا كنا بننسق يوميا، ومش عاوز اقول لحضرتك يومين 3 4 مرات، لغايه ما الحمد لله ربنا اكرمنا وقدرنا نعدي الازمه اللي كانت موجوده في الدرج. تصوري سيادتك بقى لو كان في ربط مع المملكه العربيه السعوديه في ذلك الوقت، وكان في فائض موجود هناك، كنا يمكن قدرنا يعني بدي حضرتك احد يعني مزايا ايضا الربط، تحصل مشكله كنا خدنا منها يعني تقدري تاخدي على طول يعني بهذا الكلام.